الاتحاد ايضا ما كان منصف بحق نفسه، الاتحاد تقدم والاتحاد هدد، الاتحاد ضاع فرص حقيقه كثيره اليوم كانت كفيله نعم كانت كفيله ومنها بس ايضا على مستوى كان يقول انه هدف لوكوموتيف كان تسلل وما استغلش ايضا نعم انا معك انه هدف الكل واجمع، لكن في المقابل الاتحاد اهدر فرص كانت كافيه انه يرجع بالثلاث نقاط اللي كان هو احق بها، عطفا على هدف تسلل وعطفا ايضا على سيطرته على مدار الشوطين. صحيح ان الفريق لوكوموتيف على ارضه ما كان مثل ما كان في جده، رغم انه احرج الاتحاد من مباراه الذهاب وانتهت 3-2 لصالح الاتحاد بعد ان كان الاتحاد متقدم، لكن على العموم عاد الاتحاد بتعادل يشبه الانتصار في مثل هذه المباراة، خاصة انه كابتن حميد انه هذه النقطة الثامنة كلنا نعي تماما ان